صورة غير متوقعة لولي العهد السعودي داخل المسجد النبوي أثارت القلق عليه وعلى حالته، وسببت مخاوف من تعرض الأمير لحدث صحي مفاجئ قد يؤثر عليه. فما القصة؟ عادة محمودة دأب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على القيام بها في شهر رمضان المبارك، حيث يزور الأراضي المقدسة ليتفقد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطمئن على أداء ضيوف الرحمن للعبادات بكل سهولة ويسر. لكن خلال جولته على المسجد النبوي هذا العام أثار ولي العهد القلق، لكن ليس على الحرمين وإنما عليه هو، بعد انتشار صورة تفاعل معها الآلاف في المملكة. فقد تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع ولقطات للأمير محمد بن سلمان وخنصر يده الأيمن خلال الصلاة في الروضة جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهر إلصاق الأمير محمد خنصره بضمادة جروح بسيطة، الأمر الذي أثار تفاعلا وتمنيات بالشفاء سجلها نشطاء بتدويناتهم على منصة إكس. وجاء تداول هذه الصور بعد أن أدى الأمير محمد بن سلمان الصلاة في الروضة الشريفة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي ذكرت أن الأمير محمد تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما. وأضافت الوكالة في تقريرها أن ولي العهد السعودي زار كذلك مسجد قباء في المدينة المنورة وأدى ركعتي تحية المسجد ويرافقه عدد من المسؤولين. وكان قد استقبل في قصر طيبة بالمدينة المنورة عددا من رجال الدين والمسؤولين ومواطنين قدموا للسلام عليه خلال زيارته للمدينة المنورة. وتفاعل النشطاء مع صور الأمير معبرين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل مما حل عليه من وعكة صحية، رجينا أن يكون السبب وراءها أمرا بسيط. وأثنى النشطاء على حرص الأمير على القيام بزيارة الحرمين الشريفين وإشرافه شخصيا على خدمة ضيوف الرحمن رغم الوعكة الصحية التي قد يكون يعاني منها الآن. لكن في المقابل أكد آخرون أن الأمير بصحة جيدة والحمد لله، والدليل على ذلك أنه قام بالزيارة وتفقد الحرمين، وهو ما يدل على أنه بخير حال، متمنين له دوام العافية والصحة، خصوصا وأن المملكة تنتظرها الكثير من الإنجازات والمشاريع والنجاحات التي يسعى الأمير لتحقيقها في السنوات القادمة. فبرأيك ما هو السبب في وضع الأمير ضمادة على إصبعه؟